مساء النور مرحبا بكم اردنا ترحيب بكم بهذا اللحن التونسي تبعونا في جمعيه تونسيه تكنولوجيا التربيه الحديثه ومعا ان شاء الله سنبني دنيا جميله في مدارسنا العربيه والتونسيه اذا ننطلق ورشتنا اليوم في ورشه رحله استراتيجية تعلم النشط واتركوني في البدايه اعرفكم قليلا ببعض الإحصاءات. هذه الإحصاءات من قناة التيمز لعدد الحضور الفعلي الذي كان خلال الورشات العشر الماضية بما فيهم الافتتاح عدد المشاركات وعدد الحضور بالنسبه للمشاركات الفعليه للمنشورات والاعمال وليس الحضور لان الحضور تقريبا من كل اقطار الوطن العربي لكن المنشورات التطبيقيه في المدارس كانت متوزعه بدرجه كبيره ما بين تونس وليبيا ثم تاتي مصر والمغرب والجزائر والتحقت مؤخرا بمنشوره من الامارات عدد الحضور كما ترونه الان امامكم في الورشات العشرة بما فيهم ورشة الافتتاح أقل ورشة كانت تقريبا الحضور فيها 115 مشارك وأكثر ورشة وصلت إلى 249 مشارك عدد التطبيقات المرسلة إلى حد هذه الساعة 75 عمل مع العلم تقريبا هناك ثلاثة منشورات تنتظر النشر إذا نمر إلى الأستاذ أنس، أستاذ أنس ما رأيك في الأعمال التي وصلت لورشة استراتيجيات الذكاء المتعددة؟ أذكركم بأن أستاذ أنس هو مدرب خبير لدى مايكروسوفت وهو سفير الجمعية بالمغرب وسفير لعدة منصات تعليمية. تفضل أستاذ أنس. السلام عليكم أستاذة ياسمين ومرحبا أستاذة منال وكل توفيق للأستاذة آه هانم النصيري في استراتيجية الكرسي الساخن آه صراحة آه الأعمال كانت أعمال آه رائعة بل هناك أعمال كان المستوى متقارب فيما بينها يعني احترت في, في تنقيطها يعني ما شاء الله أتمنى أن تكون هذه الاستراتيجية ذات نفع يعني على المتعلمين وأن يكون الأساتذة استفادوا آه منها وبطبيعه الحال هناك بعض الملاحظات يعني يمكن اغناء هذه الـ هذه الـ هذه الاستراتيجيه بالتطبيقات الجديده كما فعلت الاستاذ الحاصل المرتبه الاولى ما شاء الله عليها فيمكن استخدام مثلا البوكرياتور يمكن استخدام منصه فليب من يعرف منصه سيسا ويمكن ان يستخدم ثينج لينك يعني مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن نستخدمها كذلك لا يفوتني أن أقول بأن جميع الاستراتيجيات يعني تتقاطب أو لا بينها, روابط. بينها روابط بين روابط بين الاستراتيجيات فاي استراتيجيه تم تقديمها هناك ترابط فيما بينها فالذكي ان يحاول ان يجمع استر... مثلا استراتيجيتين او ثلاث استراتيجيات في استراتيجيه الغدك واستراتيجيه الذكاء المتعدده يمكن ان اقول لكم انها يعني هي تشمل جميع الاستراتيجيات لان كل ذكاء الا وتجد يسعون ذكاء لغه وذكاء رياضي او ذكاء موسيقي الا وتجد ضالته في استراتيجيه ما يعني على حسب كل استاذ وطريقه تقديم الاستراتيجيه الذي الذي آه قدمها نعم, نعم استاذ نعم، هل حسب ما عرفت أن العمل الذي أعجبك عرفت من صاحبته منذ البداية؟ لكن هناك بقية الأعمال أظن أنها حيرتك قليلا في التقييم. آه نعم لأن هناك ما شاء الله المستوى متقارب، وبطبيعة الحال يعني من يشتغل مع البراعم الصغار ليس من من يشتغل مع مثلا المستوى الرابع والمستوى السادس لان هناك تفاوتات حتى في في السن يعني البرائم الصغار وان تشتغل معهم استراتيجيه الذكاء المتعددة ليس بالامر الهين لكن مستويات كبيره يمكن ان يستعيب معك ويمكن ان يبدع او ان يبتكر المتعلم لذلك قلت لكم اتركوا المجال للابداع للمتعلمون وسترون العجب. وبطبيعة الحال حاولوا أن تضيفوا مثلا الذكاء الاصطناعي، أن تضيفوا كل التطبيقات التي يمكن أن تعملوا بها، أن تستخدموها في أي استراتيجية. يعني ادخال مثلا كما قلت بوك كرياتور فيليب ويكلات يرفع يعرفها لينج أه الى غير ذلك من التطبيقات الجميله كذلك الكانفا الى غير ذلك يعني يمكن ان يبدعوا اكثر واكثر يعني لا, لا تنحصروا فقط فقط فيما هو موجود يعني مثلا اوراق الى غير ذلك ولكن أطلق العنان إلى خارج الصندوق لا تفكر داخل الصندوق ولكن دائما كما نطلب من المتعلم أن يفكر خارج الصندوق فأدعو كذلك الأساتذة أن يفكروا خارج الصندوق تمام واضح أستاذ أنس إذا الآن سنعلن لهم النتائج بالنسبة للنتائج المرتبة الثالثة كانت الأستاذة كانت استاذة فتحيه اسمعي المرتبه الثانيه للاستاذه اسماء بودرباله المرتبه الاولى للاستاذه سالمه الحاسالم الف مبروك كنا واريد ان اقول كلمه للاستاذه حسالم حقيقه نحن نرى في تحسن كبير في ادائها وانا مرارا نصحتها بال... بالعمل على الجوده على جودة على ال... على الجودة العمل اكثر من كم الاعمال، ان شاء الله سنرى منها الابداع اكثر في الاستراتيجيات القادمه كذلك في المسابقات القادمه. الف مبروك لكنا ثلاثه، ايضا لدينا متوجات اضافه الى الى سالمه الحسان بالمرتبه الاولى واسمه أبو درباله بالمرتبه الثانيه. لدينا ايضا فتحيه اسماء المرتبه الثالثه. بالنسبه للمرتبة الرابعه استاذ انس لحظات لاعيدها مرحبا نعم فقط لحظات. اقول لهم مبروك الف الف مبروك لابن. وكإضافة وك... أتمنى أن تتركوا كذلك للمتعلم أن أن يقترح عليكم أفكار سواء أسئلة سواء تطبيقات اتركوا الإبداع له لا لا تنحصر أنت من ولكن كن أنت الموجه والمنشط اترك له الإبداع حتى في الاختيار اختيار مثلا ألوان اختيار الأسئلة اختيار ل... يعني أي استراتيجية لما تقوم بشرحها فهذا له المجال نعم، طبعا، بالنسبة لبقية المراتب، لحظة هناك مشكل فقط في الإنترنت وفي مشاركة الشاشة، لحظات. إضافة أخرى على ما يتحسن عند الأستاذ ياسمين كذلك أدعو كذلك حتى يعني العمل التشاركي مثلا مدرسة في تونس مع مدرسة أخرى في تونس تشارك المتعلمين فيما بينهم بين بين ولايتين أو بين مدينتين في في, في تونس فهذا سيضفي طبعا آخر لأن ليس العالم الحضري ليس مثل العالم القروي كذلك يمكن الانفتاح على مؤسسات اخرى خارج تونس مثلا في مصر عمان الاردن المغرب ليبيا الجزائر يعني يمكن ان تبدا ان تقوم يعني عبر منصه تيمز ان تجعل مسابقات عبر الكاهوت استخدام يمكن استخدامه الكويزس الى غير ذلك وتترك المجال والابداع للمتعلم فستستخدم استراتيجيات بطريقه او باخرى ستكتشف انك تستخدم استراتيجيه العصف الذهني او ستستخدم استراتيجيه الارستقراطيه الى غير ذلك من الاستراتيجيات التي رايناها الى حدود اللحظه فاتقاسم معكم يعني افكار اتمنى ان ترى النور وان تتم يتم تطبيقها يعني داخل فصولكم وفصولكم آه نعم استاذ انس حتى احنا نتفكر حتى في مسابقه مايكروسوفت خبير قمنا ب قمنا بفتح المجال لانجاز مشاريع مشتركه اذا كما قلت المرتبه الثالثه للاستاذه فتحيه أسمعي المرتبه الثانيه للاستاذه فاطمه بودرباله والمرتبه الاولى للاستاذه سالمه الحساله هذا الشهاده الشهاد كذلك لدينا متوجه الف مبروك للاستاذه مروه الاستاذه ناجيه منصور رمضان كذلك احييها على على عملها وعلى اجتهادها الاستاذه حنان بن عثمان الف مبروك استاذه حنان الأستاذة يسرا شوشان هما غير مرتبين فقط المراتب الأولى هي المرتبة آه ألف مبروك الأستاذة حنان مشرقي كذلك مبروك لأستاذاتنا المتألقات على المثابرة على اجتهادهن وعلى, وعلى تميزهن في تقديم الاستراتيجيات هذه شهادة نجاح في تطبيق الاستراتيجية لكلنا آه هل تريد أن تضيف أي شيء أستاذ أنس؟ كإضافة بين هؤلاء المتوجات أن يعملنا معا أن يعملنا معا لا أعلم هل هم في نفس الولاية أعتقد هم في ولاية وهناك أستاذة أعتقد أن تكوني الذاكرة من ليبيا أتمنى أن يكون هناك عمل فيما بينكم بين المتعلمين فسترون عجبا يعني في جميع الاستراتيجيات إن شاء الله مستقبلا بحول الله حتى نحن سنقوم ربما بمبادرات تشاركية معا اذا الف مبروك لكل المتوجات نشكرك استاذ انس على تقديم الافاده في ورشه الذكاءات المتعدده نشكرك على تقييمك الموضوعي جدا في لهذه الاستراتيجيه نود تواجدك معنا في بقيه الاستراتيجيات وفي بقيه مبادرات الجمعيه ابلغ سلامي الاستاذه هند أتمنى ان تكون ابنتك بخير الحمد لله الحمد لله تعافت الله لك الحمد وشكرا جزيلا ونتمنى ورشه موفقه الأستاذ هادم وساتابع استراتيجيه الكرسي الساخن لننهل من من علمها ومعرفتها آه اذا اليوم وصلنا الى الورشه العاشره آه بدون اعتبار الورشه الافتتاحيه باعتبار ورشه الافتتاحية اذا هو تكون ورشه 11 لكن بدونها آه نسميها الورشه العاشره هي ورشه استراتيجيه الكرسي الساخن مع الخبيره استاذه هانم النسر وهي خبيره في التربيه والتكنولوجيا آه من مصر. آه سفيرتنا في مصر ومدربه آه برامج الاوفيس ولديها كذلك عده آه هي سفيره لعدة منصات. مرحبا بك استاذة هانم مساء النور. استاذة هانم لست أسمع في الصوت موجودة الأستاذة هانم لكن أنا مش, موجودة. أنا مش نسمع في الصوت مش نسمع في الصوت أستاذة هانم، أنا مش نسمع فيك لو هناك مشكل تقني بإمكانك مغادرة والعودة، مش نسمعو، نشوف في المايك مفتوح ونشوف في الكاميرا مفتوحة، لكن مش نسمع فيك أستاذة هانم. هي تحاول الدخول تحاول الكلام لكن الصوت غير مسموع هي تتكلم تبقى. لكن الصوت غير مسموع تمام ستحاول الخروج والدخول مره ثانيه مم. تمام ننتظرها هل دخلت الأستاذة هانم؟ منال ما زالت لم تدخل ما زالت هي خرجت وستدخل مرة ثانية ممكن المشكل من النت ممكن المشكل من النت قد تكون من النت تمام هو هناك حقيقة هناك خطأ مثل ما حدث مع الأستاذ سكينة لدينا مشكلة في التوقيت بالنسبة لتونس ومصر هناك التوقيت الذي يفرق ساعتين أحيانا يصير بينها بخلط في الوقت يعني يظنون أنه بعد ساعة هل دخلت يا منال؟ سأصغل... آه... لا بأس بقى... سأستغل ال... الوقت لكي أعرض على المتواجدين معنا بعض الأمور سابقا عندما عندما يرسلون المنشورات على صفحة الجمعية هم لا يرفقونها ببطاقة المشاركة قدمنا في أول حصة بطاقة المرابط بطاقة المشاركة بمجرد تعميرك لرابط بطاقة مشاركة فتتحصل على بطاقة مشاركة في هذه المبادرة هذه البطاقة يجب أن ترسلها ضمن الصور والتوثيقات والشواهد لكي ننشرها لك، كل مره العديد من من يرسل لنا الاعمال بدون بطاقه ويقول انا لا اعرف اين اجد هذه البطاقه قد تجدها الرابط نشرناه مرارا، سننشرها بعد قليل مره اخرى على منصه الجمعيه لمن ليس لديه الرابط. اا وتجدون بمجرد تعميرك البطاقه تجدها اما على الايميل اما على بناء الايميل الغير مرغوب سبام او تجده على منصه الجمعيه ننتظر الاستاذ هانم قليلا لم تدخل بعد وبالنسبه لمنصه الجمعيه ساقوم بالعرض منصة الجمعية، هذه هي منصة الجمعية، تجدون فيها في البداية كيف تتصفح تجدها هنا منذ البداية، اسم الجمعية والفريق العامل عليها وتاريخ إصدارنا في الرائد الرسمي وغيرها تجدونها هناك، عندما تفتح ثلاثة الخطوط التي على اليسار تجد تجد كل ما يخص الجمعية مبادرات التي قمنا بها سابقا تجدها هنا تقريبا لدينا ثلاث سنوات أو سنة ونصف نعمل على هذه المنصة تجد هنا بالنسبة لرحلة تعلم النشاط عندما تضغط على كلمة مبادرة المبادرة بحد ذاتها بدون فتح العناوين الفرعية تجد البرنامج حتى إن قمنا بتغيير فنحن هنا نعدل فيه البرنامج أه تجد بطاقة المدربين تجد كذلك توثيق لعدد الحصص سنفتحه بعد قليل <تصفيق> نعم <تصفيق> أه تمكنت أستاذة هانم من الدخول تمام افتحي لها المسدح أه فقط ترفع اليد حتى أراها في المجموعة أستاذة هانم ارفع اليد تمام مرحبا بك استاذة هانم. إذا أعرفكم الأستاذة هانم هي مدرب معتمد من الجمعية وهي معلم دراسات اجتماعية معلمة خبيرة مايكروسوفت سفيرة لمنصة ويكلت مدرب معتمد ومدرب متقدم من الاتحاد العربي للتدرب. مرحبا بك أستاذة هانم. نفس الإشكال هي بقيت تتكلم والصوت غير واصل. هي تتكلم والصوت غير واصل. أستاذة هانم؟ أي الصوت مفتوح لكن نحن لا نسمع في أي شيء. لا أعرف أين الخلل. سوف تفتح من الهاتف، الخلل ممكن من الحاسوب، سوف تفتح من الهاتف. اه تمام، هي تتواصل معك إذا. نعم نعم. إذا نعم، واصل عرض، واصل عرض منصة الجمعية إلى أن تدخل الأستاذة هانم. إذا، كما قلت لكم تجدون كل ورشة كل ورشة من ورشات الجمعية كذلك بطاقات تجدونها هنا في بداية كل أسبوع نحن ننزل بقية الورشات، مثلا ورشة اليوم تجدوا هنا الورشة المدربة بعد قليل تجدون تسجيل حصة إن شاء الله ما أن ينتهي تسجيل حصة سنجد هنا الشهادات بحول الله بعد قليل نجد هنا الشهادات استراتيجية الورشة. هذا هو بالنسبة للمنصة بالنسبة إلى يوتيوب الجمعية هذا هو يوتيوب الجمعية قناة اليوتيوب تجدون كل المقاطع الفيديو 1300 مقاطع فيديو أغلبها شروحات في البلاي ليست هنا تجدون تجدونها مبوبة مثلا مبادرة رمضان سنطلق فيها قريبا حفل تتويج السنة الفارطة مبادرة رحلة استاذية النشط أعمال توج في مبادراتنا الفارطة تسجيلات إذاعية مدرب خبير لدى مايكروسوفت النسخة الثالثة خبير لدى مايكروسوفت النسخة الثانية تجدون كذلك هنا عدة أعمال جاهزة للتنزيل كتب تمارين تفاعلية قصص أنجزها معنا المتدربين تجدون نعم دخلت من الهاتف أستاذة هانم ارفع اليد آه. أستاذة هانم رج... استاذه رفعت اليد رفعت مرحبا بك استاذه هانم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسفه جدا والله مش عارفه ايه اللي حصل معلش انا اسفه لا باس لا باس احنا ف... على مثل في تونس يقول المليح يبقى يعني الجيد ياتي متاخر لا باش. كل تاخيره فيه حيث 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 رب. رب. <applause> إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم اهلا وسهلا انا سعيده اني معاكم والله الحمد لله سعيده بوجودي معاكم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وحضراتكم بخير الشاشة كده متشيرة مع حضراتكم؟ نعم واضح. طيب النهاردة إن شاء الله أنا هحاول أكبر الشاشة أهو، سامحوني لو كنت بشتغل من الفون، أنا آسفة. النهاردة إن شاء الله مع استراتيجية جديدة من استراتيجيات التعلم النشط واستراتيجيتنا هي فخنة واسمها الكرسي الساخن. من اسمها كده هنفتكر إن هي مثلا فيها حاجة صعبة لأ هي استراتيجية سهلة وجميلة جدا جدا جدا، تعالوا بينا نبدأ استراتيجيتنا وهي استراتيجية الكرسي الساخن تمام كده. الاستراتيجية بتاعتنا النهاردة إن شاء الله المفهوم الخاص بالاستراتيجية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين الصورة اللي على الشمال احنا شايفين كرسي وعليه النار. الاستراتيجية بتاعتنا مفهومها النهاردة هي استراتيجية تعليمية تفاعلية لأن بيحصل تفاعل ما بين الطالب وما بين المعلم وما بين الطلبة مع بعضهم. بتعمل الى ايه او هدف الاستراتيجيه بتاعتنا هو تحفيز الطلاب وكمان اشراكهم في عمليه التعلم. الاستراتيجيه دي بتناسب كل انماط التعلم يعني كل انواع التعلم سواء كنا في مرحله ابتدائيه او مرحله اعلى من المرحله الابتدائيه بنلاقي ان الاستراتيجيه دي مناسبه لكل انماط التعلم وكل اعمار التعلم. كمان بتساعد ان هي بتخلي او بتجعل عملية التعلم اكثر متعة واثارة هتقولوا لي ازاي بتبقى متعة واثارة احنا لسه معرفناش ازاي يعني ايه هي الخطوات اللي بننفذ بيها الاستراتيجية خلينا ندخل بعد مفهوم استراتيجية الكورس الساخن على اهداف الاستراتيجية هو أنا هدفي إيه من استراتيجية الكرسي الساخن؟ أنا آسفة جداً العرض في التليفون مش طالع أحسن حاجة فأنا بعتذر يعني. أول حاجة من أهداف الاستراتيجية تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، يعني ايه؟ أنا عايزة الطالب يفكر بشكل نقدي، يعني الفكرة اللي قدامه أو المعلومة اللي قدامه يفكر فيها بشكل نقدي، كمان أنا بعمل إيه تاني أو الإستراتيجية دي بتعمل إيه تاني من أهدافها؟ بتحفز الطلاب على البحث والتقصي، يعني الإستراتيجية دي بتجعل الطالب يبحث ويدور على إيه؟ على معلومات جديدة وكمان مش معلومات وبس وعلى أسئلة لأن هو هيتحط مرة يجاوب ومرة كمان هيسأل. طيب بتعمل إيه تاني أو أهدافها إيه تاني؟ بتنمي مهارة التواصل لدى الطلاب، ليه؟ لأن أنا في الاستراتيجية دي أنا بعمل على عملية التواصل بين الطلاب لأن أنا هقعدهم في مجموعات فهيحصل بينهم وبين بعض عملية تواصل. كمان من أهداف الاستراتيجيه الكرسي الساخن تنميه مهارات القياده لدى الطلاب لان انا اوريدي لما بعمل الطلبه جروبز فلازم في كل جروب بيكون في عندي قائد للمجموعه القائد ده انا كده بنمي وطبعا القائد ده بيتغير في كل مره انا بعمل المجموعه بتاعتي فبالتالي انا بنمي عند الطلبه حته القياديه او مهاره القياده عندي ايه تاني قال لك عندك اللي هو تعزيز الثقه بالنفس لدى الطلاب انا لما بقوم الطالب واقعده على الكرسي وابدا الطلبه تساله فانا بزود ثقته بنفسه يعني هي استراتيجيه الكرسي الساخن باختصار ان في طالب هيقعد على الكرسي وبقيه الطلبه هيتقسموا مجموعات ويبداوا الطلبه كل مجموعه هتلقي سؤال على الطالب اللي قاعد على الكرسي الساخن ده فبالتالي الطالب اللي, اللي وصل لمرحله ان هو هيقعد على الكرسي الساخن ده هنعزز عنده ثقه بنفسه تمام كده طيب في عندي ايه تاني في عندي اثاره روح التعاون والمشاركه بين الطلاب لان انا لازم هعمل الطلبه اللي هتسال هعملها جروب فلما بيعمل جروبات او او بعمل مجموعات فهيبدا كل مجموعه لازم تشارك مع بعضها علشان تستخرج الاسئله اللي هتبدا تشارك بيها مع الطلاب التانيين في المجموعات التانيه. طيب بعد كده في عندي بعد اهداف استراتيجيه الكرسي الساخن انا كده عرفت الاهداف. طيب انا قلت لكم باختصار الاستراتيجيه ان احنا هنقعد طالب في منتصف الكرسي في منتصف الفصل او قدام الطلبه وباقي الطلبه حواليه وهيبداوا يلقوا عليه الاسئله. طيب ايه هي اهميه الاستراتيجيه دي؟ انا عرفت اهدافها انا عايزه واحد اثنين ثلاثه اهميه الاستراتيجيه دي ايه؟ قال لي من اهميه الاستراتيجيه انها بتتيح الفرصه للطلاب ان هم يبداوا يطرحوا الاسئله وكمان يناقشوا الافكار بحريه. يعني ايه؟ يعني الطالب هيبدا يطرح السؤال على زميله اللي قاعد على الكرسي ومش بس كده ده الطالب اللي قاعد على الكرسي هيجاوب وهيبدا الطلبه اللي قاعدين في المجموعات حواليه يبداوا كمان يتناقشوا معاه بحريه في الاجابه بتاعته. فانا هنا من اهميه الاستراتيجيه الكرسي الساخن اتاحه الفرصه للطلاب لطرح لطرح الاسئله وكمان المناقشه في الافكار بحريه. ايه تاني عندي من اهداف او من اهميه الاستراتيجيه ان هي بتساعد على تنميه مهارات حل المشكلات لدى الطلاب، ليه؟ انا بقعد طالب وببدا القي عليه اسئله فبالتالي هو لازم يتمتع بمهاره حل المشكلات، يبقى انا كده لان احنا عارفين ان مهاره حل المشكلات دي تعتبر او كل المهارات بتعتبر مكتسبه. أنا ببدأ أكتسبها، فأنا لما بقعده على الكرسي وألقي عليه أسئلة أنا كده بحطه في مشكلة هو محتاج يحلها، محتاج يجاوب على الأسئلة اللي بتلقى عليه، فهي بتساعد على تنمية مهارات حل المشكلات لدى الطلاب. عندي إيه تاني من أهميتها؟ إن هي بتسهم في تعزيز مهارات التعبير عن الرأي لدى الطلاب. يعني إيه؟ بنبدأ دلوقتي الطالب لما بيقعد على الكرسي هو بيطلع كل اللي جواه لأن هو عايز يرد عايز يجاوب فبالتالي هو بيجاوب بطريقته هو فهو هنا بيعزز عنده مهارة التعبير عن الرأي. طيب إذا في أي حاجة ممكن حضراتكم تقولوا في الشات أو تقولوا لي تمام كده؟ طيب بعد كده بعد أهمية استراتيجية الكرسي الساخن أنا كده عرفت يعني إيه التعريف وعرفت الاهداف الاستراتيجيه وكمان عرفت اهميه الاستراتيجيه. دلوقتي تعالوا نشوف خطوات تنفيذ استراتيجيه الكرسي الساخن، انا جوه فصلي هنفذها ازاي؟ زي ما أنتوا شايفين الصوره وكل الصور اللي اتعرضت قبل كده. الاستراتيجيه هي عباره عن كرسي زي ما انتم شايفينه كده، تعالوا نشوف الخطوات واحده واحده، اول حاجه انا عندي موضوع للدرس أنا هختاره إن إحنا هنعمل بيه الاستراتيجية، اللي هو موضوع حصتنا النهاردة مثلاً. طيب أنا اخترت خلاص الموضوع بتاع الدرس، تاني حاجة هبدأ زي ما قلت لكم أقسم الطلبة إلى مجموعات، تمام كده؟ وطبعاً زي ما أنتم عارفين في تقسيم الطلبة للمجموعات اللي هو بنسميه تعلم تعاوني، بنبدأ نقسم الطلبة وندي لكل طالب دور، يعني مثلاً في عندي الميقاتي اللي هو بيمسك الساعة اللي هيقول خلاص الوقت خلص. وعندي المتحدث اللي هو هيقوم يجاوب، في عندي ال 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 الكاتب اللي هو هيكتب الاجابه او هيكتب السؤال اللي هيطرحه على زميله. تمام كده؟ فانا هبدا اقسم الطلبه الى مجموعات وطبعا الادوار دي بتختلف من من مجموعه لمجموعه، يعني انا المره دي كنت قائد، المره الجايه في المجموعه هكون نقاطي، المره اللي بعديها هكون متحدث، كاتب وهكذا. فاول حاجة في خطوات الاستراتيجية ان انا بختار موضوع الدرس بعد كده ببدأ أقسم الطلبة إلى مجموعات، الخطوة اللي عندي بعد كده هجيب كرسي فاضي خالص وأحطه في وسط الصف، لو ما أمكنش إن أنا أحطه في وسط الصف أنا ممكن أحطه في الصف من الأمام في بداية الصف كده ويبقى وشه لباقي الفصل صحابه جوا الفصل. يبقى انا حطيت الكرسي في وسط الصف وبعد كده هبدا اختار الطالب اللي هيجلس على الكرسي الساخن، خد بالك الخطوات دي اللي هي خطوات الكرسي الساخن للطلبه لان انا لسه عندي طريقه تانية وهي الكرسي الساخن للمعلم، احنا هنقعد المعلم؟ اه، بس خلينا الاول نقول اللي هو الكرسي الساخن للطلاب، فانا هبدا اختار الطالب اللي هيقعد على الكرسي الساخن، طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هتبدأ الطلبة اللي موجودة في المجموعات واللي هي ملفوفة حوالين الطالب كده بالكراسي بتاعتها هتبدأ تطرح الأسئلة على الطالب سؤال سؤال، كل مجموعة هتقول السؤال بتاعها، طب وبعدين إيه اللي هيحصل؟ هنبدأ نقيم مشاركات الطلاب، يعني هنشوف المدرس هو دوره بيوجه. وبيرشد مش اكتر ولا اقل يعني لا هو اللي بيسال ولا هو اللي بيجاوب هو كل اللي عليه ان هو قسم الطلبه الى مجموعات وبعد كده اختار الطالب اللي هيقعد على الكرسي وطبعا الطالب ده هيتغير كل في كل بعد كل مجموعه ما تسال هنغير الطالب ونجيب طالب تاني يعني من كل مجموعه هنطلع طالب وباقي المجموعات هتبدا تسال الطالب اللي قاعد على الكرسي بعد ما المعلم عمل كل ده والاسئله طرحت والطالب اللي قاعد على الكرسي الساخن يعني هم عارفين زي اللي قاعد كده وبيستجوبوه بيديله اسئله وهو كل اللي عليه هو يجاوب ويبدا بقى يكون لازم يكون عنده ثقه بنفسه لازم يكون عنده مهاره التعبير عن الراي ويجاوب بالكلام اللي طالع من جواه برايه هو بعد كده بيبدأ المعلم يقيم مشاركة الطلاب، سؤال المجموع ده كان ممتاز جدا. لا والطالب كمان جاوب عليه إجابة رائعة جدا، فبيبدأ المعلم عملية تقييم لمشاركة الطلاب سواء كان من ناحية الأسئلة أو من ناحية الطالب اللي قاعد على الكرسي الساخن وبيجاوب. طب ايه هي الملاحظات المتحدث ايه الملاحظات اللي ممكن نقول عليها يعني الشخص او الطالب اللي هيقوم اللي هو بنسميه المتحدث اللي هو خلاص هو اللي هيقوم يطرح السؤال على الطالب اللي يجلس على الكرسي الساخن مفروض ان تكون الاسئله اللي هيقولها ان هي تكون محدده وواضحه يعني ما يعني باختصار كده ما اجيبش سؤال لافف على الطالب مش هيعرف يجاوبه لا انا لازم السؤال اللي هيتم طرحه على الطالب يكون سؤال محدد وكمان سؤال واضح كمان لازم ادي الطالب وقت كافي للتفكير قبل الاجابه يعني انا سالته السؤال مش عايزه اخد الاجابه فورا على طول لا انا سيبه شويه ادي له وقت ان هو يفكر في السؤال علشان يبدا يجاوب طبعا كل الحاجات دي مين اللي بيديرها ومين اللي بيرشد عليها ومين اللي بيوجهها ده دور المعلم طيب عندي بعد كده بنقول يجب ان يتم تقييم مشاركه الطلاب بناء على الاحداث اللي حصلت المحدده بالظبط يعني المعلم هيبدا يشارك الطلبه يقيم مشاركه الطلاب بناء عن الاسئله اللي هو اللي هي متحدده بالظبط طيب بعد ما شفت خطوات تنفيذ الكرسي الساخن تعالوا نشوف استراتيجية الكرسي الساخن للمعلم أنا كنت قلت من شوية استراتيجية الكرسي الساخن للطالب اللي هو أنا بجيب طالب وأقعده فين وأعده في منتصف الفصل وحواليه الطلبة مجموعاته هيبدأوا يسألوا طب المرة دي بقى الموضوع اختلف إن هنا أنا هخلي الكرسي الساخن للمعلم إيه ده أنا هقعد المعلم على الكرسي آه وتبدأ الطلبة تبقى مجهزة بقى أسئلة للمعلم ويبدأ المعلم يجاوب على الأسئلة في نطاق يعني مثلاً يا حلوين إحنا الحصة الجاية يعني مثلاً المعلم هيكون مجهز للإستراتيجية عشان ما تاخدش وقت منه هيكون مجهز لها فهيبدأ في نهاية الحصة يقول لهم بكرة إن شاء الله في حصتنا درس كذا حاولوا تجهزوا أسئلة على الدرس علشان أنا هجاوب على كل أسئلتكم على الدرس كذا هو هيبدأ يديهم موضوع الدرس فإحنا بنحدد الموضوع وهنحط الكرسي في وسط الفصل وبعد كده هنجيب مين مش هنجيب طالب المرة دي هنجيب معلم وهيقعد في منتصف الفصل ويبدأ يجاوب على أسئلة الطلبة فبتنفذ إزاي بقى؟ هيجلس المعلم على الكرسي بهدف تشجيع الطلبة على طرح الأسئلة يلا يا حلوين اسألوني. خلاص كده وهيبدأ الطلاب يسألوا المعلم أسئلة مفتوحة حوالين الدرس اللي هو قال لهم عليه علشان يبدأ مداركهم تتوسع وأفكارهم تكبر يبقى أنا يعني هنا الهدف من الاستراتيجية اللي هي استراتيجية الكرسي الساخن للمعلم هو تشجيع الطلبة على طرح الأسئلة وكمان توسيع أفكار الطلاب. هيبدا المعلم يجيب على اسئله الطلبه ليه علشان ده هيعمل حافز وتحفيز للطلبه وكمان بيكسر حاجز الخوف اللي بيكون بين المعلم وبين الطلبه يعني انا قاعد وانتم بتسالوني اه ايه المشكله حته جميله جدا حته الكرسي الساخن للمعلم دي طيب أنا كده أنا برضو بعتذر على العرض بتاعي لأن بجد كان شكله كويس بس معلش عشان هو شغال من الموبايل طيب بعد كده بنقول كل حاجة ليها عيوب تمام كده؟ مفيش حاجة خالية من العيوب. تعالوا نشوف عيوب استراتيجية الكرسي الساخن. ايه هي العيوب الخاصة؟ يعني أنا عارفة أن كل استراتيجية ليها مميزاتها وليها عيوبها. أنا هعرف العيوب ولازم حضراتكم كمان تعرفوها علشان العيوب دي هيكون ليها حل. أنا لازم أقف على المشكلة علشان أحلها، يبقى أنت لازم تعرف عيوب الإستراتيجية علشان أنت تتفاداها أثناء القيام بتنفيذ هذه الإستراتيجية في فصلك. فأول عيب فيها إن بعض الطلبة عندي بيشعروا بالخجل أو بالتوتر لما بقعدهم على الكرسي الساخن. أنا قلت لك إن من أهداف الاستراتيجية هي تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم صح ولا غلط؟ طيب يبقى في المقابل أنا عندي مشكلة عندي عيب اللي هو إيه؟ إن عندي طلبة بتخاف أو بتخجل بيحصل لها توتر وتلاقي وشها أحمر كده واتكسفت وما تعرفش تتكلم كلمتين على بعض لا أنا عايزة الحتة دي أوقعها من عند الطلبة أنا عايزة الطالب يبقى عنده ثقة بنفسه أنا هدفي أساساً من الاستراتيجية إن أنا حل المشكلة دي يبقى العيب ده هو حله ان انا انمي ثقه الطلاب بانفسهم وده فعلا هدف من اهداف استراتيجيتنا. عندي عيوب تانية؟ اه قد لا يتاح لجميع الطلاب فرصه المشاركه، فعلا ده ممكن يحصل انا وقتي في حصتي مش هيسمح لي ان كل الطلبه هطلعها تقعد على الكرسي الساخن. طيب عندكم حلول؟ طبعا حد عنده حل؟ ممكن يشارك بعد اذنكم ولا انا اكمل؟ سوف أبدي رايي في هذه الاستراتيجيه بالنسبه لمجموعه الحلول يعني في الحصه الواحده خلال الحصه الواحده لا يمكن ان يشارك طالب واحد فقط يعني ياخذ دور كل سؤال يجيب من يجلس طالب على الكرسي الساخن زملائه وبقية بقية الطلاب يسألونه ثم يعود لمكانه ونجلس شخص آخر يعني يمكن أن نشارك أكثر عدد ممكن من الطلبة ما رأيك في هذه الفكرة؟ صح برافو عليكي انا علشان ادي فرصه لكل الطلبه سو... هخلي مجموعه تسال طالب وادخله واطلع من المجموعه اللي سالت دي طالب تاني يقعد على الكرسي والمجموعه التانيه تساله طب برضو انا في نهايه الحصه ما قدرتش ان انا اقعد كل الطلبه على الكرسي الساخن فبالتالي بوعدهم بحصه تانيه وننفذ نفس الاستراتيجيه مع طلبه جديده ما كانوش قاعدين على الكرسي خالص طيب بعد كده من عيوب اتفضلي هناك من قال لك يمكن استعمال النرد يعني طريقة الانتقاء يعني بالقرعة مثل ما نقول يعني استعمال النرد كل مرة شخص كل مرة طالب صح صح لازم أنوع علشان أدي للكل فرصة أن هو يشارك معايا في الاستراتيجية بيقول لي كمان من عيوب الاستراتيجية أنها بتاخد وقت كبير عن الطرق التقليديه، يعني انا لو هدخل استخدم مثلا حوار ومشاركه دي بتعتبر حوار ومناقشه بتعتبر او القاء مباشر على الطلبه دي استراتيجيه قديمه ان انا ادخل اقعد اشرح الدرس من غير ما حد يتكلم هي استراتيجيه قديمه بس بتديني فرصه ان انا اخلص الدرس بتاعي بسرعه بس كده ما فيش نقاش ولا في حوار بيني وبين الطلبه فهو كده ما استفادش حاجه، هو بيقول لي هنا ان الطرق التقليديه دي ما بتاخدش وقت أنا عارفة كلنا عارفين إن الإستراتيجيات التقليدية ما بتاخدش وقت إن هو منصبك كلياً على المعلم على المعلم فقط لكن إستراتيجية الكرسي الساخن إحدى الإستراتيجيات الحديثة في التعليم هي بتاخد مني وقت طويل طب حد عنده حل لمشكلة الوقت اللي هتاخده مني الإستراتيجية في تنفيذها ده عيب إن هي هتاخد وقت كبير طب أنا عايزة أتخلص من المشكلة دي حد عنده حل؟ آه قالت الأستاذة منوبية يمكن نرقم الطلاب علشان كل واحد يأخذ دوره وكل مرة نعطي فرصة لمجموعة في الحصة الواحدة. جميل. قالت هناك الأستاذة نور قالت عجلة الاختيار العشوائية. مهم. جميل طيب آه كلام كله زي الفل أنا أقول أو أضيف حاجة صغيرة إن أنا علشان أنفذ الاستراتيجية دي ما مني وقت ان انا بقى مجهزه كل حاجه من قبل التنفيذ، يعني انا مجهزه وعارفه ايه اللي هيحصل والطلبه بتوعي اوريدي متدربين عليها كويس جدا، فاهمينها، يلا بسرعه هنستخدم استراتيجيه الكرسي الساخن، يلا المجموعات تقعد مع بعضيها طلعوا لي كرسي، فانا بسرعه انا خلاص اوريدي هما بقوا فاهمين الاستراتيجيه وانا مخططه لها كويس جدا، فده مش هياخد مني وقت في تنفيذ الاستراتيجيه. طيب ماذا يفعل المعلم لتفادي العيوب؟ احنا قلناهم واحدة واحدة، أول حاجة يجب على المعلم أن يكون مدركا لمشاعر الطلاب، هو عارف الطالب اللي بيخجل يحاول يقوي الحتة دي عنده هو عارف الطالب اللي عنده مشكله وعنده توتر يحاول يقويه ويديله ثقه بنفسه علشان يقدر يتعامل معاه مش اول ما الطالب يطلع ويتوتر وما يعرفش يجاوب لا نبدا نوبخه لا خالص احنا لازم المعلم يكون مدرك بمشاعر الطلاب بتوعه. تاني حاجه يقدم المعلم لهم الدعم اللازم كل اللي هم محتاجينه دعم معنوي او دعم علمي كل الدعم المعلم المفروض يدعمه للطلبه بتوعه. كمان يمكن للمعلم تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيره لضمان مشاركه الجميع انا اخلي المجموعه صغيره علشان كله يبدا يشترك معايا ده كله علشان اتفادى العيوب كمان يخطط المعلم تخطيط كويس جدا للاستراتيجيه وينفذها بدقه علشان ما يضيعش الوقت بتاعه دي اللي هو اعمل ايه عشان اتفادى العيوب لان انا مش عايزه العيوب بتاعتي تسيطر عليا علشان استخدم الاستراتيجيه على اكمل وجه إيه في حد عنده اي استفسار في اي حاجه احنا قلناها آه من لديه استفسار يكتب وسنقراه ارشاد هدى قالت نتدرب بسرعه يمكن نقسمها على وقتين الأستاذة مريم قالت واضح تمام وهناك من قال لك انه يمكن يمكن ان نضيف لها طابع المرح للتلاميذ للطلاب الصغار نشغل الموسيقى ونمرر الرند عندما تتوقف الموسيقى عند الطالب يطرح سؤاله حلوه جميله جميله فكره جميله ما شاء الله برافو طيب انا هختصر كل اللي انا قلته ده في فيديو صغير مدته دقيقتين وشويه صغيرين هنختصر بيه كل الحاجات اللي احنا قلناها في العرض بتاعنا هنسمعه ولو الصوت مش بس ان شاء الله الصوت هيكون شغال. بسم الله. الصوت تمام؟ تمام. جميل جدا اعتقد ان الفيديو اختصر كل حاجة احنا قلناها النهاردة في دقيقتين في حد عايز يقدم اي مشاركة او يقول اي حاجة ان تحت امركم شكرا لكم هي استراتيجية صغيرة خالص فضلي هناك من قال لك هل نبدأ دائما بالطلاب الخجولة أم نخلي الاشتراك مفتوح من أي طالب لا انا ما ابداش بالطالب الخجول انا اطلع الطالب اللي عنده ثقه بنفسه الاول عشان ابدا اعزز عند الطالب الخجول ده ان هو يتمنى ان انا احطه هنا خليني احط الطالب الخجول ده في المجموعه يكتب مثلا او يمسك الساعه الوقت قرب يخلص بس انا كل مجموعه هقول لهم انتوا قدامكم خمس ثلاث دقائق تجهزوا فيهم سؤال الطالب اللي على الكرسي الساخن وانا طبعا مش هطلع اي طالب يقعد على الكرسي انا هطلع الطالب اللي انا عارفاه متمكن من الجزئيه اللي انا هطلع اسال عليها اللي الطالب هيسالوا فيها فبالتالي الطالب الخجول ده ادي له حاجه بسيطه كده لحد ما يبدا يشوف صحابه بيعملوا ايه وبعد كده يكتسب ثقته بنفسه من اللي حواليه ويبدا المعلم يبقى عارف طبعا لازم المعلم هو ال... هو الاساس يبقى فاهم الطالب الخجول من الطالب الواثق في نفسه فانا بطلع مين الطالب اللي عنده ثقه بنفسه اللي هي... هيقدر يجاوب وحتى كمان لو مش عارف يجاوب هيحاول يتكلم ويعبر عن اللي جواه المهم ان هو مش هيسكت علشان الطالب الخجول ده هو ممكن يكون عارف الاجابه بس مش هينطق فنسيبه شويه لحد ما يكتسب ثقته بنفسه من اللي حواليه تمام 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 هناك من سألك هل من الممكن العمل بهذه الاستراتيجية دون مجموعات بشكل فردي يعني؟ عادي خالص ما أنا ممكن أقعد الطالب على الكرسي الساخن بس هتبقى صعبة وهيبقى فيها شوية مش فيها انضباط بس في الوقت ده أنا ممكن المعلم بس أنت كده خدي بالك لو حسيب الكل جاوب يبقى أنا محتاجة من كل طالب يجهز سؤال علشان بعد كده ألقي عليه يعني مثلا المدرس هيختار الطالب كذا يجاوب يسأل سؤال فأنت محتاجة من كل طالب يعني مثلا لو الفصل فيه 30 طالب فأنا محتاجة 30 سؤال كل طالب يبقى سؤاله متجهز معاه فهماني؟ فده هتبقى يعني شوية هتاخد وقت لكن لما خليهم مجموعات وكل مجموعة تسأل سؤال واحد بس كده احنا بنختصر الدنيا تمام؟ تمام سؤال هل يستوجب التطبيق تحذير مسبق حول موضوع معين؟ أو طبعا أنا لازم قبليها يا حلوين إحنا بكرة عندنا درس مثلا كذا الدرس ده يعني حتى لو المدرس ما شرحوش قبل كده حاولوا تدخلوا تقروا الدرس وتطلعوا أسئلة عليه علشان بكرة هتسألوني فيه فيبدأ الطالب يدخل ويعمل عملية تحضير للدرس وهيبدأ يطلع أسئلة، افرض مثلا في نقطة الطالب ما فهمهاش فهو وفي طالب تاني فهمها وطالب تاني ما فهمش النقطة دي، فكل طالب ما فهمش نقطة في الدرس وهو بيحضره كده على السريع هيبدأ يجهز الأسئلة اللي هو ما فهمهاش وهيقعد مين على الكرسي الساخن؟ هيقعد المعلم، فهيبدأ الطالب يسأل السؤال فأنا ما كنتش برضو عارفة النقطة دي فهستفاد، طب أنا كنت عارفها ممكن أرفع إيدي وأضيف مع المعلم إضافة تانية على حسب مفهومي انا او وابدا اعبر عن الاجابه بطريقتي انا يبقى لازم بالفعل لازم عمليه التحضير المسبق لموضوع الدرس. كمان عشان مفهومي. تمام آه متى تستخدم الاستراتيجيه للمناقشه والم... والمراجعه فقط؟ آه هي حلوه جدا في لا بصي احنا قلنا ممكن درس جديد خالص انا اقول للطالب آه ذاكره أو اعمل له عملية تحضير، أنا هبدأ أقراه كده على السريع، لو في حتة وقفت معايا بطلع عليها سؤال، يبقى ممكن اوريدي يكون درس هو جديد عليا خالص، وممكن يكون أنا بقى كطلبة مع بعضينا، يعني لو درس جديد هيبقى اللي هيقعد على الكرسي الساخن المعلم، يفضل المعلم هو اللي على الكرسي الساخن. طب خلاص إحنا خلصنا منهجنا وبنعمل مراجعة، لأ خلاص إحنا هنقعد على الكرسي الساخن طلبة. فانا هطلع طالب يقعد واصحابه هيبداوا يسالوه في حاجات اوريدي هم خدوها بنعمل عمليه مراجعه تمام كده؟ تمام واضح هناك من سالك اود ان اتساءل معكم بخصوص هذه الطريقه كيف يمكن العمل بها في ظل وجود عدد كبير من التلاميذ زائد هناك عائق زمن الحصه زائد عاق الضعف المعرفي ولكم جزيل الشكر مع استحضار أننا مطالبين بانهاء المقرر الدراسي طيب إحنا قلنا أنا ممكن أستخدمها في شرح الدرس كله يعني أنا زي ما قلت لحضرتك في الأول لو قعدت لو قلت عشان برضو حتة الوقت يا جماعة حضروا الدرس ده الطلبة هتحضره فخلاص الطالب داخل جاهز هو عارف الدرس ده بيتكلم على ايه بس انا عندي نقطه واتنين وتلاته واقعين مني ما فهمتهمش فانا هسال المعلم اللي قاعد على الكرسي الساخن خلاص كده طيب انا اصلا علشان احل مشكله العدد الكبير فانا بعمل الفصل الى مجموعات خدوا بالكم انا ممكن المجموعه بتاعتي تبقى سته في الصول انا اعرف في الصول عددها كبير ممكن بقى ممكن ممكن بتوصل المجموعة العشرة فالمجموعة دي هيتفقوا على الأسئلة اللي هيسألوها سواء كان لمعلم أو لطالب وأنا اتفقت معاكم لو لمعلم يبقى درس جديد خالص على الطلبة لو لطالب يبقى إحنا بنعمل مراجعة يبقى عشان أتفادى الحجم الكبير أنا بعمل مجموعات وبطلع من كل مجموعة وطبعا لازم يكون في يعني الطالب سواء هنعمل مراجعة أو هنشتغل درس جديد لازم المعلم يكون مدي آآ آآ وقت ليهم ومعرفهم من قبليها يعني انا النهارده نهايه اليوم بتاعي يا حلوين احنا بكره عندنا مراجعه هنسالكوا هنستخدم استراتيجيه الكرسي الساخن كلكوا جهزوا اسئله وهنختار طلبه هيقعدوا على الكرسي فكل واحد هيبقى مذاكر علشان يجاوب مفترض ان هو هيقعد على الكرسي وكمان مذاكر عشان يطلع اسئله يسالها لصحابه وعلى فكره انا بنفذ الاستراتيجيه دي وبتجيب يعني وعندنا كثافه أنتوا عارفين المصريين احنا عندنا كثافه كبيره جدا في فصولنا بتوصل ل 60 و طالب ومع ذلك بنستخدم جداً. <applause> جميله انت اعملي ما تستطيع. استاذه مفيده تسالك هل ان المعلم يجيب على على الاسئله المطروحه من الطلاب ايوه طبعا امال هو قاعد ليه هو قاعد عشان يجاوب ولازم الطالب مثلا لو لو الدرس اوريدي هو واخده يسال اسئله مفتوحه علشان اكبر المعلومات عنده يعني انا انا خلاص انا عندي وقت ان انا ادي فرصه للطالب ان هو يتناقش معايا فانا عندي وقت انا قعدت على الكرسي يلا يا حلوين اي حد عنده سؤال يجهزه علشان احنا هنعمل مناقشه مفتوحه اسالوني في اي حاجه فالمدرس بيقعد على الكرسي ويبدا الطلبه ويدخل في نقاش معاهم خذوا بال جميله جدا ولو استخدمتوها بتزلل كل الخوف اللي بين الطالب وبين المعلم بيخلي المعلم كانه صديق للطلبه مش معلم ما بيكونش فيه خوف بيكون الطالب المعلم ده صديق بالفعل للطلبه بتوعه فهي جميله جدا سواء. طب جربوها جربوا كده انت كمعلم تقعد على الكرسي اعملوها بكره احنا بكره هن... انا قاعد على الكرسي اهو يلا اللي عنده سؤال في الد... في المنهج اللي خدناه كله يسالني ويبدا كلنا بنستفاد من الاسئله ومن الاجوبه جميل جدا هناك من سالك يا استاذه رحمه هل في كل مجموعه يوجد كرسي ساخن او كرسي ساخن واحد في الفصل لكل المجموعات أه على فكرة إحنا قلنا أنا عندي ثلاث تلت... طرق ممكن أقعد المعلم ممكن أقعد الطالب وممكن أعمل مجموعات ومن كل مجموعة هطلع واحد يقعد على الكرسي تاني أنا ممكن أطلع طالب واحد في منتصف الفصل كله حلو كده ويبدأ المجموعات الطلبة معمولة عندي مجموعات كل مجموعة هتسأل سؤال دي طريقة وممكن هشيل الطالب ده وحط المعلم دي طريقة تانية والمجموعات هي هي أو الطريقة الثالثة إن أنا هعمل دي بقى عشان أتفادى حتة الوقت، هعمل مجموعات صغيرة، حلو كده؟ يعني مثلا عندي ست طلبة وهطلع منهم واحد هيقعد على الكرسي الساخن، كل مجموعة هتسأل الطالب اللي طلع منهم. حلو كده؟ واصلة كده يا أستاذة منال؟ واضح واضح، هذه أسئلة المشاركين أنقلها لكِ. أنا بقول يبقى آه. أنا كده كنت... يعني ممكن يبقى الفصل آه. كله الطالب الفصل كله هيسال المعلم او ان انا هخلي من كل مجموعه اطلع طالب اقعده على الكرسي ومجموعته هي اللي بتلقي عليه الاسئله كده بنوفر الوقت والمدرس عينه على كل المجموعات ماشي مع دول ودول ودول ومبسوط باللي بيحصل مبسوط بالنقاش اللي بيحصل ومرشد وموجه ليهم دي جميله جدا اتفضلي صح صح هل هذه الطريقه هناك استاذ كندو سألك هل هذه الطريقة تتم في المراجعة للدرس الذي تم الانتهاء منه أو كذلك في درس جديد؟ أنا قلت جاوبت عليها قبل كده ينفع في الاثنين <applause> كيف يمكن كيف يمكن العمل بالاستراتيجية في مرحلة التطبيق خصوصا مواد علمية؟ مواد علمية وتطبيق لا هي تمشي في اللي فيها اسئله مفتوحه اكتر ونقاش اكتر، لكن حاجه علميه محتاجه سبوره ومحتاجه شرح ما تمشيش قوي. هي تمشي في تبادل الاراء والافكار والاسئله والاجوبه، لكن لو اسئله اجابتها محدده يعني انا مثلا ممكن اسال في حاجات علميه تعريف مثلا او وزن ذري او الحاجات دي اوكي، لكن لو في شغل على سبوره ومعادلات لا مش هتنفع، لا طبعا محتاجه شغل تطبيق عملي. ما هو مش كل يعني كل استراتيجيه وليها آه حاجه معينه انا ما ينفعش يبقى عندي حصه رياضيات واستخدم استراتيجيه الكرسي الساخن ازاي يعني اقعد على الكرسي واحل المساله ازاي لا طبعا مش هتنفع لازم يكون في تطبيق عملي على الصبور واضح جدا يعطيك الصحه مشكوره استاذه جميل خلاص لسه في اسئله تاني واضح شكرا شكرا رن. مع رائعه مشكوره واضح الفكره وصلت كل كل التعاليق جميله وايجابيه جدا انا بعتذر للمره المليون على اللي حصل واني انا داخله من الفن فسامحوني مفيش ما فيش مشكل ما مشكل ما مشكل. مشكل انا كنت سعيده بيكم والله بجد شكرا لكم مرحبا بك مرحبا بك سعدنا بوجودك ورشه مفيده جدا حصلت الافاده للجميع تقريبا شكرا على المعلومات هين. واضح أنا نسمع فيك إيه؟ نسمع ايه اي غادرت القاعة ورجعت لأنه ما كنتوش تسمعوا فيها شكرا أستاذ هانم بالنسبة للعلوم الرياضيات منذ قليل هو هو كما قالت أستاذة هانم بالحق نتوقع أنه مش سهل أنه باش تسأل وضعية رياضيات بالكرسي الساخن لكن يمكن تكون مجموعة قواعد عندنا في الحساب الذهني أسئلة معناتها إجابتهم ذهنيا أستاذة هانم نجموا نحطها مثلا تكون كإجابات على أسئلة ذهنية في الكرسي الساخن ما أنا قلت لو قاعدة معروفة أو مفهومة ما فيش أي مشكلة أنا هسأل عن وزن الذري الحديد مثلا محيط المربع محيط المستطيل والطالب اللي قاعد على الكرسي هيجاوب لكن أدي له معادلة أو أدي له مسألة أو أدي له حاجة محتاجة تطبيق عملي مش هتنفع مع الكرسي الساخن نعم واضح و واحنا لدينا هنا حصه انجاز المشروع يعني كل عنا, عنا مشاريع ننجزها مع تلاميذنا في الابتدائي فبامكان الكرسي الساخن يكون في المواجهه من من ساعدك في الانجاز؟ هل انجزت مشروعك وحدك؟ ما هي التقنيات التي انجزتها؟ حدثنا عن كذا معناتها اه اسئله هم. مفتوحه اجاوب عليها بدون اي تطبيق عملي او صوره او طرح او معادله عادي أنا هقدر أجاوب وأنا قاعد أطلع كل اللي جوايا بطريقتي أنا أعبر بيها بطريقتي أنا، لكن علشان نتكلم في مسائل أو في قواعد علمية مش هينفع، لكن أشياء نظرية زي ما حضرتك تكلمتي عادي خالص قوانين أنا هقول القانون كذا المساحة بتساوي كذا ده عادي خالص في الكرسي الساخن. لدينا كذلك مواد في الشفاهية كالتاريخ والجغرافيا والمدنية بإمكانهم إنجاز حصص شفوية يعني تكون في شكل كرسي ساخن والتلاميذ يسألون الأسئلة لأصدقائهم ايوه جميله جدا في مواد التاريخ والجغرافيا جميله واللغه العربيه والقصه جميله جميله, جميلة جدا وعر المنظر. <applause> فعلا لان هو اوريدي بيدور حوار بين الطالب لان انا الطالب هيسال السؤال سواء لمعلم او لطالب صاحبه وهيبدا يجاوب ومش بس كده انا جاوبت واسكت لا هنبدا نتبادل الحوار بيننا وبين بعض يعني مثلا هو سالني سؤال انا جاوبت عليه ومش هنسكت لا نبدا نتناقش في الاجابه اللي صاحبي قالها ويبدا باقي المجموعه كمان تشارك معايا في الحوار مع الطالب اللي قاعد على الكرسي. تمام واضح استاذه هانم وراح ننشر ان شاء الله الفيديو الفيديو اللي انت انجزته في في العرض ان شاء الله تنحطوه في الصفحه حتى يتذكرونه ان شاء الله لو لديهم اي استفسار الفيديو بعد اذنك هل بامكاننا نشره على صفحه الجمعيه؟ ابعته لحضرتك لوحده حاضر ان شاء الله تمام اذا آه اذا كان ليس هناك اي استفسار بامكاننا ان نختم استاذه هنا. تمام اتفضلوا انا كنت بجد سعيده مم. معاكم لو محتاجين اي حاجه انا تحت امركم النهارده احنا اتكلمنا على استراتيجيه الكرسي الساخن وعرفنا يعني ايه هي واهميتها واهدافها وكمان خطوات تنفيذها سواء كان اللي هيقعد على الكرسي طالب أو معلم أو إن أنا هعمل مجموعات داخل الفصل وهطلع من كل مجموعة طالب يقعد على الكرسي الساخن دي ثلاث أشكال لاستراتيجية الكرسي الساخن كمان تكلمنا مع بعض على العيوب الاستراتيجية وكمان أنا وحضراتكم طلعنا ليها حلول علشان نتفاداها أثناء عملية التنفيذ وكمان اتفرجنا على الفيديو الصغير اللي كان بيختصر لنا كل الشرح اللي احنا قلناه انا بجد سعيده جدا اني كنت معاكم النهارده واتمنى نكون مع بعض في استراتيجيات اكثر مثلا نشكرك استاذه هانم نشكرك على التواجد معنا اليوم نحب نشكر زميلتي في الهيئه المديره الاستاذه منال واعر على اشرافها معي على هذا الورشه كنت خير سندا استاذه منال مرحبا بك دائما في التواجد اشكرك يا استاذه هانم حقيقه استمتعنا بهذه الاستراتيجيه وان شاء الله نشوف التطبيق الذي سيبقى اليوم السبت مفتوح التطبيق وكل تطبيق يصل راح نرسله لك استاذان على الخاص حتى تقيمينه بالوقت لنرى من سيتقن انجاز هذه الاستراتيجيه نشكركم على التواجد معنا في رحله استراتيجيه تعلم النشاط نشكر كل الحضور اشكر كل زملائي في الجمعيه على التواجد معنا الف مبروك لكل المتوجات في ورشه اليوم سننشر الشهائد بعد قليل وتصبحون على خير نلتقي ان شاء الله مساء يوم الأربعاء في ورشة جديدة سننزل لكم الرجنامة خلال غدا تقريبا أو بعد غد ملاحظة كانت هناك ورشات للأسبوع الذي يلي ليس فقط هذا الأسبوع لكن خيرنا أن نتركها كلها للأسبوع لهذا الأسبوع لأن الأسبوع الذي بعده سيكون هناك امتحانات في تونس وكذلك نحن مضطرون للانطلاق في مبادرة رمضان بنقط بلاد العربي فخيرنا ان تكون هناك اربع ورشات خلال هذا الاسبوع، الاختتام سيكون يوم الاحد، ثم نقدم بعض الايام كتطبيق ويكون الاختتام قصدي اختتام الورشات ستكون يوم الاحد، واختتام التدريبات ستكون يوم الخميس ان شاء الله. نلتقي يوم الاربعاء وتصبحون على خير. وعلى آه خير، مع السلامه. تصبحون على خير.